عارفة يا صافي؟ أنا طول عمري ما بحبش الحلويات ولا الجاتوهات ولا الحاجات دي، إنما من ساعة ما عملتيهم بإيديك وديتهم لي يا سلام بموت فيها. بكاش بكاش قوي قوي قوي، مش قادر أصدقك أبدا. ده أنت خلاص خلصت على كل المخزون اللي في البيت من الكيك والجاتو، وجاي دلوقتي تقولي ما بحبوش. أنت عارفة أنا خلصت على المخزون ليه؟ عشان من عمل إيديك يا جميلة أنت. إيه رأيك بقى؟ إيه؟ عاوز أتجوز. وماله يا حبيبي؟ تحب أخطب لك يا علي؟ لا تخطبي لي إيه؟ أنا عايز أتجوزك أنت. وإذا كنت خايفة من البنات ولا من رجب هما موافقين. رجب إيه ده كمان؟ لا هيوافق ولا يرفض؟ الله، ده ملوش مكان عندي في الأعراب خالص. لكن إذا كانت رانيا ونونا يعني موافقين، أنا كمان موافقة يعني. اتنين شربات. إيه ده؟ وأنت قاعد في قهوة ولا إيه؟ خد 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 يا حبيبي. حبيبتي.